هاي. عدد الجزر بالعالم مش معروف لأنه عم بيتغير بشكل مستمر بسبب مستوى المي يلي لما بيعلى بيغمر عدد من الجزر، ولما بيوطى تظهر جزر جديدة. أعلى قمة على جزيرة هي بونكاك جايا على جزيرة نيو غينيا، في عدد من الجزر من صنع الإنسان مثل مطار كانساي باليابان الموجودة على جزيرة اصطناعية. أكبر جزيرة بالبحر المتوسط هي سيسيلي الإيطالية، تعبير ديزرت آيلاند بيعني جزيرة ما عليها سكان ومش جزيرة قاحلة. نابليون بونابرت ولد على جزيرة كورسيكا، واحد من أصل 6 أشخاص هو من سكان الجزر. غرينلاند هي أكبر جزيرة بالعالم، أما أصغر جزيرة فبعدها مش معروفة. مين قال إنه 70% من انقراض النباتات والحيوانات بالعالم بيصير بالجزر بسبب الإنسان يلي ممكن ينزع التوازن الطبيعي الموجود بهالمساحات؟ أنا قال. بشوفكم بكره.